يسرى المناعي. بالله تو نحكيه على القاعة ذيك، تهيئة قاعة نشاط ثقافي اللي عملتها، يعطيك صحة وبرافو، الناس كلها عجبتهم. أحكي لي وين وصلت الحكاية، هل تواصلت كما أنت قلت ولا لا؟ هي تواصلت، لقات الحق، معناها تفاعلات كبيرة، برشا فنانين اللي بعثوا لي ميساجات وحبوا يقوموا من المبادرة هذه، اللي يقول لك مثلا مدرستي اللي قريت فيها ماذا بيا باش نهيئ فيها قاعة. فما نزار توا شاباني فنان بدا في القاعة في مدرسة غادي بحذاه. الهدف راهو نعاود نقولها انا وفراو، مانيش معناها جوست احنا نحبوا نهيئوا فضاء للتلامذه هذوما، وين ساعه الكروز اللي انا واحده من الناس نقري ونشوف الساعه هذيك وين يعديوه، كسوا فما استاذ مسرح باش يعملوا مسرح ولا ما فماش، تاع بروجيكسيون سينما يقعدوا فيها، تكون قاعه هكا معناها مأثى يقع فيها راحته وقراءه. دونك هذا الهدف نتاعنا، راهو ما حشنا بحد شيء، جوست ان ناخذوا قاعه في كل مدرسه، وكل قدير وقدر باللي يقدر ويعرف وليد، معناها كل قدير وقدر نجموا ناثوا ونحضروا قاعه هكا وين التلميذ ينشط فيها، وحتى معناها المعلمين في الساعات نتاعهم اللي انا كنت نحكي توا قلت علموا اطفالكم ويلعبون، حتى درس القراءه انجليزيه فرنسيه يجيو للقاعه هذيك، يقع هكا قاعه اسباس وين ينجم يتحرك الصغير، يقع دي كوستيوم، حتى الدرس يدخل ويستوعبوا الصغير، حتى الفضاء غير ما تحط له كراسه انت وستيلو وتقول له اكتب اكتب، تقول عنده صعوبه تعلم ولا صعوبه القاء ولا ما حبش يقبل المعلومه، بس هي نورمال وانت حطيته على كرسي تقول له اكتب 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 اكتب. لو كان بدلوا الطريق دونك ما فيها شيء، الحكايه الكل قاع في كل مدرسه موجودي، القاعات متصور انهم متوفرين، معناها القاعات موجودي. اي هذوما يسرى زاد تحكيك راهو ثم معناتها امكانيات خاصه راهو من الاساتذه، اي هما فما دي بارون اللي قاعدين راهم هكا يلموا يحاولوا فما الاساتذه زاد كيف كيف، برشا بعثوا لي وتفاعلوا من برشا مناطق، راهو بعثوا لي برشا ولايات منهم في زغوين، وبرشا صوروا لي بعدي انا دخلوا المدارس نتاعهم وقعدوا معناها يدنوا في القاعه ويزهزوا فيها. هو انا نلاحظ انه ما عادش فما نوادي كيما وقت احنا نقراوا، نادي السينما، نادي المسرح، نتلموا نتفرجوا في فيلم نهار السبت العشيه ولا الجمعه العشيه، معناتها كانوا برشا نوادي، من المفروض توا تكثر النوادي، قلت خاطر الامكانيات كثرت مقارنه بالوقت اللي قرينا فيه احنا، معناتها سفيان ماخو باك عام 61. الناس هذه الناس ولدت تعيش في وسط البورتابل يا سينوفر. صحيح. ناس عايشه هنا، عايشه تعدى ينقز على الباب باش تحلو امه ولا ابوه. صحيح منا. والله يقعد واقف الباب تحلو ومازال عاملك ايه، ناس عايشه هنا في الالات هذه، قبل كانت الامسيات الشعريه اللي احنا تو ساعات الواحد حتى كانوا فما دي كومبيتيسيون قبل، كنا في النوادي يعملوا دي كومبيتيسيون دي جروب كيما احنا عاملين كيما الشباب المدرسه مباريات ثقافيه بين المعاهد. راهو يا نوفل نحب نقول اهميه النوادي هذه، راني انا استاذه اليوم نقري معناها في مدرسه اعداديه ما شاء الله، ما نحكيلكش قداش من تلميذ، واليوم نشوف كيف فما عباد عندها مواهب، كيف فما عباد عندها برشا مشاكل نفسيه زايده، برشا حالات اجتماعيه، قد ما نحكي لك معناها تجيك تقول لك يا مدام نحب نقعد ساعه نعمل هنا نرتاح بحذاك هنا في المسرح، ولا تمشي للديسان والموسيقى راني ما نرتاحش. راهو عندها اهميه كبيره النوادي هذه، احنا ما خير ساعه قاعد باش يتعلم فيها الدخان ولا يتعلم فيها ما نعرفش شنو يعمل ويمشي للقهوه ويتعلم حاجات اخرى، انت تحصره غادي معناها تجيك تقول له اجا باش تتعلم. يعطيك الصحه بلي تصفيق على يسرى على